آخر من يمشي على الصراط. النبي أصلا بشوف النبي بيحكي لك حكايته، يمشي مرة ويقع مرة وتسفعه النار مرة، قصة مرعبة. حتى إذا نجا أول ما يعدي قال تبارك الذي نجاني منك، يبص لجهنم كده يقول الحمد لله يا رب، يا رب يا كرمك يا كريم إن أنا عديت، الحمد لله الذي لم يعطيني، الذي أعطاني ما لم يعطي الأولين ولا الآخرين. الحمد لله إن ربنا اداني حاجة فيش مخلوق في الدنيا خدها. يا عم مفيش مخلوق، ده انت الاخير. هو متهياله كده، كل اللي قدامه واللي وراه وقعوا، فمتهياله ان مفيش حد اصلا عدى. يعدي وربنا يسيبه قاعد كده شويه، ربنا يخلق له شجره ونبع ميه، فيبص لهم كده، هو النار في ظهره وبعد عنها خلاص وعن نفحها، يقول يا رب يا رب استظل بظل هذه الشجره واشرب من هذا الماء. فربنا يقول له لئن اعطيتك هذا لا تسالني شيئا بعدها، يقول له والله ويعطي لله العضو الموافق لا اسالك شيئا بعدها. يا عم هو اخوانا كان ممكن الراجل ده ربنا يدخله الجنه على طول. شوفوا ربنا بيعمل معاه ايه، شوفوا الاربع مراحل اللي ربنا هيقربه من الجنه بيهم، شوفوا ربنا الودود، وشوفوا ربنا هيكلمه ازاي، شوفوا ربنا هيعمل مع حوار شكله ايه. يا رب ده الاخير. عارف يعني ايه الاخير؟ يعني الراجل ده زناله الف مرة مثلا، استغفر الله العظيم هاتوب اليه. يعني الراجل ده مثلا كان بياكل ربا وكان بيسرق وكان مرتشي، ده اخر مسلم بيدخل الجنة، اخر واحد بيعدي من على الصراط. عارف يعني ايه الاخير على الناجين من البشرية؟ يعني الراجل ده اخوانا ضياع ضياع، يعني ربنا يحفظنا ويعفينا. شوفوا ود ربنا بده، فربنا يقربه ويقعد في ظل الشجرة شوية بقى، ربنا يقوم خلق له شجرة تانية ونبع تاني. فيبص انا بستغرب والله اخوانا، شجرة مش قادر يصبر عنها، امال القصور والحور والانهار والطعام والمعية والحب اللي في الجنة يبقوا ايه بقى؟ اذا كان ربنا يقدر يخلق لك شجرة تخلو بلبك فيقول له يا رب قربني من هذه الشجرة استظل بظلها واشرب من مياه، يقول له عبدي الم تعطيني العهود الا تسالني شيئا بعدها، يقول له يا رب لا اسالك شيئا بعدها. ربنا يديله الثانيه شويه، ربنا يخلق له شجره ثالثه ونبع ثالث، يا ربي قربني من هذه الشجره استظل بظلها واشرب من مياه. ربنا يقول له عبدي الم تعطيني العهود الا تسالني شيئا بعدها، يقول له ربي لا اسالك شيئا بعدها. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كلمه حلوه قوي، بيقول وربه يعذره فانه يرى ما لا صبر له عليه. ما لا صبر له عليه شجره، امال الجنه وده كل ده بره الجنه، امال الجنه لما تسمع وصف سدره المنتهى وتذهل من جمالها اقول يا رب ده دي شجره من الاشجار اللي بره الجنه، امال جوه الجنه في ايه؟ يروح للشجره الثالثه، الشجره الثالثه عند سور الجنه، يسمع اصوات اهل الجنه، يسمع النعيم والفرحه والضحك والبهجه والمرح وحفلات الاغاني ومعازف الجنه واصوات صراخ الفرح واصوات رهيبه، اصوات مهوله، اصوات تدل على افراح مذهله، فيقول رب ادخلنيها يا رب ادخل الجنه يا رب. فربنا يقول له اترضى ان تاخذ قدر ملك الدنيا ومثله معه؟ فالراجل يقول له اتهزأ بي وانت رب العالمين؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كده وبيضحك، فبيقول بتضحك من ايه يا رسول الله؟ قال اضحك من ضحك الله من ذلك الرجل. ربنا يضحك لما الراجل يقول له كده، انت بتستهزأ بي يا رب؟ استهزأ بيك. والله يا اخوانا لو كان واحد ممكن يموت من القهرة والحسرة والندم جوه الجنة كان يبقى الراجل ده. لما يكتشف ربنا ودود قد ايه وكان بيتودد ليه قد ايه، وهو ضيع الود ده كله لانه ما كانش عارف ربنا الودود، ما كانش عارف. فلما يكتشف ود ربنا على باب الجنة، الراجل ده لو كان في ندم في الجنة كان الراجل ده ندم، لو كان في موت من الحزن في الجنة كان الراجل ده مات من الحزن. ده انت يا رب ده كرمك وده ودك لدرجة اني بقول لك اتهزأ بيه، ولسه ربنا يقول له ومثله 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 وعشرة امثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، كل ده يا رب
كل ده يا رب عشان الاخير، كل ده عطاء الودود للاخير في الجنة. يا ندمه، يا ندمه كل واحد ما عرفش ود ربنا، يا ندمه. عشان كده ربنا لما قال هو الغفور الودود في سورة البروج بيكلم ايه؟ بيكلم اللي حرقوا المؤمنين، اللي حرقوا اولياء الله، اللي عملوا مذابح، مذابح بنياس ومذابح حلب ومذابح سوريا ومذابح، اللي ذبحوا المؤمنين، اللي عذبوهم، اللي شووهم في النار، ربنا بيقولهم وهو الغفور الودود. الغفور هتغفر لي؟ لا، الود اعلى علاقه ما بين العبد والله في الوجود، بعرضها عليك بعد المغفره. بس ارجع وانا ارجع، اوصلني وانا اوصلك.